وإلى الرياض، حيث صوت مجلس الشورى السعودية اليوم برفض مشروع نظام حماية الوحدة الوطنية المقدم من عدد من الأعضاء. المشروع الذي قدم سابقا ولم يتم التصويت عليه قوبل بالرفض بحجة عدم الملائمة. المشروع يدعو إلى تجريم إثارة الدعوات العنصرية أو المناطقية أو المذهبية وجميع الأفعال المؤدية إلى الإخلال بالوحدة الوطنية أو إضعاف الجبهة الداخلية، إضافة إلى منع تكفير الآخرين أو الإساءة للمقدسات الدينية عبر سن قوانين واضحة ومحددة تفضي إلى عقوبات جزائية صارمة وفرض غرامات تجاه المخالفين. انضم إلينا من الرياض محمد رضا نصر الله، عضو مجلس الشورى. دكتور محمد، مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة. إذن الشورى يرفض حتى دراسة مشروع هذا النظام، هل تشعر بخيبة أمل؟ لا شك أشعر بخيبة أمل، وأنا أرى المجلس المسؤول عن السلطة التنظيمية أو التشريعية لا يتقدم بمشروع نظام يحافظ على أو يحمي الوحدة الوطنية من كل ما يثير إلى سلامة مجتمعها الأهلي. وقد نص النظام الأساسي للحكم في مادته 12 على أن حماية الوحدة الوطنية واجب، والدولة تمنع كل ما يعني يبعث على الفتنة والانقسام، بل أن جميع الخطب التي توجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز منذ توليه كلها حقيقة يعني تشير إلى ذلك. فهو يقول في أول خطاب له أمام أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء وأصحاب الفضيلة العلماء وأعضاء مجلس الشورى، بأن كل مواطن في بلادنا وكل جزء من أجزاء وطننا الغالي هو محل اهتمامي ورعايتي، فلا فرق بين مواطن وآخر. ويؤكد في فقرة أخرى من الخطاب على حرصه للتصدي لأسباب الاختلاف ودواعي الفرقة والقضاء على كل ما من شأنه تصنيف المجتمع بما يضر بالوحدة الوطنية، فأبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات. كل هذا مع مؤشرات بدت في يعني الفترة الأخيرة تستدعي صدور مثل هذا النظام من مجلس الشورى. سيد نصر الله، نتيجة التصويت حسب ما وصلني أن 47 كان مؤيدا من الأعضاء، 74 غير مؤيدين، و11 عضوا امتنعوا عن التصويت. هذه النتيجة تعني أن المشروع والنظام سقط سقوطا مدويا في هذه الجلسة. نعم، سقط سقوطا مدويا. أنا شخصيا لم أكن أتوقع هذا السقوط المدوي، ونحن نعلم بأن المملكة في الفترة الأخيرة يعني أحيطت بعدد من مشاكل تؤدي حقيقة إلى التأثير على السلم الأهلي، من قيام مجموعة من التكفيريين والإرهابيين والإقصائيين بمعاداة أبناء وطنهم وهم منتمون كذلك إلى دينهم الإسلامي. ما هي مبررات من رفض أو من رفض هذا المشروع؟ هل كانت مقنعة أم أنه كما يتساءل الناس، يعني هناك من يقول بأن هذا العدد يعني وجود أعضاء في مجلس الشورى هم ضد الوحدة الوطنية؟ لا، أنا لا أقول أنهم ضد الوحدة الوطنية، ولكن هناك وجهات نظر أحيانا يعني تتعارض. هم يقولون بأن يعني هناك أنظمة بإمكانها يعني محاصرة هذه الظاهرة، ويمكن للمواطن التقدم بالتقاضي إلى يعني هذه الجهات التي لم تحددها حقيقة اللجنة. النظام الأساسي للحكم ورد في مادته 38 العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي.
أنا عجبت حقيقة من بعض الأخوة الزملاء وهو يعتبر مشروع نظام حماية الوحدة الوطنية يتعارض مع النظام الأساسي للحكم، والمعلوم بأن النظام الأساسي للحكم هو بمثابة الدستور للدولة. نعم دستورنا القرآن، ولكن النظام الأساسي للحكم. طب إذا كان موجود يعني في النظام الأساسي، ما الذي يمنع من التقنين سيد نصر الله؟ هذا هو السؤال. يعني كثير من الأنظمة التي مرت على المجلس بما فيها نظام القضاء جاء طبعا متأخرا، لم يصدر إلا قبل سنوات، بينما يعني الاتجاه الثاني الذي أشارت إليه اللجنة في تقريرها بأن يعني إصدار مثل هذا النظام ممكن يعني يحسب على الدولة أو على المجتمع أنه لم يبلغ شأوا متكاملا من الوحدة الوطنية. لا شك أن الملك عبد العزيز رحمه الله قدم لنا بيعني رجاله وعناصر طيب. المجتمع السعودي هذه الوحدة الوطنية جي. وهذه الوحدة التي لم تتحقق في كل الدول العربية، علينا اليوم حمايتها من كل طيب. من يخرج على إجماعها الوطني من مميز للمواطنين طائفيا أو قبليا أو عرقيا. لكن السؤال الذي يطرح الآن من قبل الناس، أين هم من آراء الشارع؟ يعني الآن هناك هاشتاج يعني في هذا الموضوع كله لوم وعتب على المجلس وأعضائه لعدم إقرار هذا المشروع. والله أنا حزين أستاذ خالد حقيقة، لأننا بعد أحداث يعني القديح والعنود وقبل ذلك في الدالوة وجدنا تعاطفا هائلا من مكونات المجتمع السعودي في مجلس العزاء في القديح، جاءتنا وفود من كل مكان. أنا أقول بأن المجتمع السعودي هو مفطور على الطيبة ويعني والتآلف، ولكن ينبغي أن تبتعد عن كل هذه المؤثرات التي تحاول أن يعني تحدث شروخا في الوحدة الوطنية. لنتحدث بصراحة، اليوم نحن محاطون كما قلت في أكثر من مرة بسوار من نار من دول مضطربة، وهناك مشروعات تستهدف المملكة هذا حقيقة. ولذلك اليوم نحن أحوج ما نكون إلى تماسك الجبهة الوطنية ومكافحة كل من يحاول المس بها، كل من يحاول حقيقة طيب. ويحرض على الكراهية بين أبناء الوطن الواحد. بعد ما حدث اليوم تحت قبة الشورى بهذا الرفض لهذا المشروع، هناك من يتساءل عن مستقبل هذا البلد الذي يرفض مثقفوه وعباقرته ربما الموجودون تحت قبة الشورى حتى مجرد دراسة قانون أو نظام يعني يحمل الوحدة الوطنية باختصار. والله أنا حقيقة شو أنا أعول على الدولة. الدولة منذ تشكلت حفظها الله وفرض الحقائق الموضوعية في المجتمع السعودي دائما ما تأتي بقوة القرار السياسي. نحن نعلم جميعا بأن الملك عبد العزيز لم يقم بإجراءاته بالانفتاح على العالم واحتضان يعني مجرياته الحديثة لا ضللنا في عزلة تاريخية وعلى هامش التاريخ، ولم يقم الملك سعود بإحداث جامعة الملك سعود لما قامت، ولم يقم الملك فيصل بفرض تعليم المرأة لما حدث ذلك، ولو لم يقم الملك خالد والملك فهد بيعني إحداث هذه الثورة التنموية الهائلة لم تتحقق ذلك. دائما يعني ما تكون الإيجابيات هي بقوة القرار السياسي جي. ودائما ما يكون وراءها قائد. الملك عبد الله يرحمه الله كذلك قام بعدد من الإجراءات الإصلاحية. الملك سلمان يحفظه الله يعني منذ بدأ في خلال فترة وجيزة جدا وهو يحاول إكمال المسيرة بمنهج إصلاحي تقدمي. أشكرك شكر جزيل محمد رضا نصر الله عضو مجلس الشورى. في نقطة إذا سمحت سريعاً. في نقطة يا عزيزي فضل. أنا أتمنى حقيقة أن تقوم هيئة الخبراء وهي مصنع القوانين في مجلس الوزراء بإعداد مشروع نظام لحماية الوحدة الوطنية والمسارعة بإصداره وتوجيهه لمجلس الشورى، وإذا أتى بتوجيه سامي سوف ينجح بكل تأكيد. شكرا جزيلا لك.